مساء الخير بنات، كديري لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. عندي هنايا مونطون ان شاء الله فوده كميه 3 متر ان شاء الله. الموديل غيكون كروازي ان شاء الله بالجياب عاديين. المهم انتم تشوفوا معايا، المهم كروازي طويل كميه 3 متر طاي اكس اكس ال. هانتوما معايا. اول حاجه غنقاد التوب ديالي بسم الله على بركه الله. قبل ما نبدا، هو الاول بالنسبه للفودان البنات راه نورمالمون خصو يتخدم على واحد الجهه، ولكن ما يمكنش غادي نشرو كميه ديال التوب كثيره، داكشي علاش كنضطروا اننا كنخدمو عادي. صافا البنات يلا بسم الله على بركه الله، اول حاجه غنقاد التوب ديالي وغنرجع معكم. يلا البنات كيف ما كتشوفوا ثني التوب ديالي على زوج. دائما انا كنخدم بالطريقه هذه، كندخل التقليب ولا داخل في الخارج. هاد الحشيه ديال البنات حاولوا جروا ما يكونش التوب مجموع فيها نهائيا. صافي ما يكونش نهائيا التوب مجموع، كتجري هكا بالصباع كتجري التوب ديالك يكون التوب قاد. صافي ان شاء الله غنبداو الخدمه ديالنا على بركه الله. العبار ديال الكليانه. يلا البنات غادي نجي لهاد التحت، هذا الكاميرا شويه مضبطه، غنجي لهاد التحت وغنعبر 45. السيده ما طويلاش، غنعبر 45 صافي. هنا كنعبر 45 وغادي من هاد النقطه هادي، من هنا من هاد التحت غادي ندير الطول ديالي زائد 5 سنتيم ولا 4. السيده عندها 133 اللي كتلبس، 133 غندير ليها 137. اللهم يجينا طويل ولا يجي قصير. هنا فاش غنبدا؟ ماشي هنايا، غنبدا لهيها هذيك البلاصه اللي حددت في الطول، هي مناش غنبدا، يعني غنبدا من المنتصف. من هنا مناش غنبدا الخدمه ان شاء الله. يلا بسم الله غندخل بثمانية، عندي القبه البنات وغنهبط بزوج وغادي نقور. كنتمنى يشط ليا التوب ديال القب. صافي دخلت هنا بثمانية، هبطت بجوج قور. غادي ندير نص ديال الكتاف عند 40، غنخدم ليها بعشرين. هي غادي نهبط بثلاثة سنتيم وغادي نطيح الكتف. من الأحسن البنات ديرو المسطرة باش منبقاوش نتفلاو. مزيان غادي نهبط بارتفاع الامام، كنحاول اني نتمشى بشويه دقه دقه على حساب البنات اللي يلاه مبتدئات. عند 40 في ارتفاع الامام ها هي. اوبس غنعاود نجي لهنا، غنعاود نحط 40 اخرى. ماشي كلشي البنات كيكون عنده 40، هاد 40 غنحط عليها دوره الصدر عندها 125. 125 كنعبر ندير بالمترو. قالوا لي كاين شي مترو فيه العبارات مقسومين، صراحه ما عمرني سولت عليه حتى نشريه ونجربه ونرد عليكم. كنشد العدد واحد كندي عند العدد اللي بغيت، 125 هي. كنجر كنشد في المنتصف صافي، عطاني 63 62 ونص 63 نعاود ندي عند العدد واحد. هذه الطريقه باش كنقسم، عطاني 31 ونص 32 31 ونص عطاني 32 هكذا. ف 32 غنحطها. شوفوا البنات اشنو غندير البنات. انا عندي تقطيعه نسيتها كاع، عندي تقطيعه غتجيني من الكتف وغدوز ليا من دوره الصدر وغدوز ليا من دوره الحوض. مزيان، يعني اشنو غندير؟ كتفي عندها 20 غنزيد عليه 3، يعني غنخدم بثلاثة وعشرين الشعيبيات. ها هي هاد عندي 23 وغنهبط بثلاثة، ولكن هاد ثلاثة هادي كنزيدها هي في الكتف، أما في التركيز لا، في التركيز كنخدم بكتفي العادي. حاولي البنات نقد الكاميرا شوية. بالنسبة لدورة الصدر حتى هي غنزيد ليها 3 سنتيم، غنزيد ليها كاع 4 سنتيم البنات ولا 5 صافي. اللهم يجيها عريض ولا يجي مضيق. هاد خمسة ديالاش 3 سنتيم ديال الخياطة وديال الزيادة التقطاع وجوج سنتيم ديال الشك صافي. السيدة كتبغي العرض بزاف، كتبغي العرض وأنا باغا ندير ليها تقاطع. مزيان، يعني خدمت ليها
37 مزيان. هاد 37 هادي غنهزها وغنحطها في الفوق. انا في نظري اللهم المونطو يجي عريض ويجي مولاتو عريض ولا يجيها مزير. الا جا مزير ما عندكش التحليل، ولكن الا جا عريض ممكن انك يعني تنقصيه. صافي عبرت لتحت الصدر ديالي عاود حطيته هنا، وغادي ندي هاد النقطه لعند هادي. انا اصلا ما مقداش ليا الكاميرا، نورمالمون الكاميرا خاصها تمشي ديك الجي، ماشي مشكل. صافي هادشي اللي كاين، بقى ليا التركيز. التركيز كيفاش غنخدمو؟ التركيز نورمالمون القاعده ديالو شنو هي؟ يعني في العادي كندير الكتاف نصف الكتاف زائد 2 سنتيم ولا 3. انا السيده درت ليها في الكتاف 23، واش غنخدم ليها ب 23 ولا نخدم ليها ب 20 اللي عندها في الاصل؟ جاوبوا. غنخدم ليها ب 20 اللي عندها في الاصل، ماشي 23. 23 هذه زياده، يعني راه ملي غنقطع غيتلصق غيرجع ليا كتافي العاديين. غنخدم ليها ب 20، يعني غنسد غنشد 20 وغنزيد لها 2 سنتيم، غنخدم ب 22. شحال 22؟ انا غندير لها 23. علاش؟ اولا هذا مونطو، ثانيا السيده يعني كتبغي العرض صافي، اللهم نزيروا ليها من الداخل ولا يجيها مزير. درت المستطيل، غنطلع بخمسه ونزيد بخمسه وغادي نقور. هاد التركيز البنات كيجي ناجح 100%. غادي نجي لهنا غندير سانتاج ديالي، غندخل بزوج مزيان. حديت لهنا واضح صافي. نجي نهبط شويه لتحت، يلاه معايا. غادي نهبط ب 15 قاعده، كنحط عليها دوره الحوض. يقولوا لي البنات علاش ما كتخدميش دوره الحزام؟ نشرح لكم البنات كل واحد كيفاش كيخدم. حنا دوره الحزام ها هي، راه دوره الحزام كنخرجها انا من اسمه، كنخرجها من الصدر، راه نقصت 2 سنتيم عطاتني دوره الحزام صافي. كل واحد صراحه كيفاش كيخدم، وانا المهم هاد الطريقه هادي تعلمتها وكنديرها مزيانه. عندي في دوره الحوض 136 نقسمها على 4، 136 نقسمها على 4، فينا هي؟ ها هي 136 مقسمه على 4. داكشي اللي عطاني غنزيد ليه 3، 68 عطاتني 34، عطاتني 34. 34 1 2 3 هي 37. 37 انا غندير ليها 38 مزيانه هاك. غتقولوا لي علاش ما زدتيش في الحوض نفس الكميه اللي درتي هنا؟ اولا تصدر لتحت راه ماشي مشكل، لتحت راه اصلا مكليانه ما يكونش عندها هاد زعما هاد الحوض كامل. صافي ديت هاد النقطه لعند هادي بطريقه دائريه، وغادي نمشي مباشره لتحت. غنمشي من هاد النقطه مباشره لتحت، ولكن لتحت غادي نزيد عليه واحد شويه، غنزيد واحد 4 سنتيم حتى هو زد عليه حتى هو شويه. صافي غندي هاد النقطه لعند هادي. البنات هاد الشرح راه يعني مبسط مبسط بزاف بزاف. صافي غادي نجي للجلال وغادي نطلع بخمسه، وغادي نجي للنص وغادي نطلع كنحيد هاد اللي تحت هذا. بس انا عاود نشرح، كنجي لهنا كنطلع بخمسه وكندير النص وكندي هاد النقطه لعند هادي باش ما يجينيش المونطو نازل من الجناب. شنو غندير البنات؟ غادي نقسم هاد البلاصه، هاد الجلال غنقسمو على زوج، عطاني 49، نحاول نقسم غير هكذا. شتي البنات جبتها النيت، ها هي قسمت الجلال على الجلال قسمتو على جوج. ايوا هاجو معايا البنات اللي هنايا. دابا غندير التقطيعه ديالي، غادي نجي للكتف غنعبرهم فيهم 16 غنقسمها على زوج وغندير واحد النقيطه. صافي كنقسمها بهذه الطريقه هذه بلا كالكولاتريس بلا حتى حاجه. نجي لدورة الصدر، تعالوا معي هنا، نجي لدورة الصدر وغادي وغادي ندخل ليها بعشرة. نورمالمون كتعبر هذه، يعني كتعبر، انا ما غنعبرهاش، ندخل بعشرة 11 ندير لها 11 حيت السيده شويه عامره. اشنا هي هذه يا البنات؟ هذه هو الفرق بين الحلمتين. كيفاش؟ الصدر ديال المراه الوسط ديال الصدر، يعني في الصدر ديال المراه كتشدي لها من الراس حتى الراس ياك، وكتقسمي على زوج بحالاش. غنشرح لكم البنات،
هذا هو الراس صافي، كتشدي ليها بحال هكذا، مع احترامي للرجال اللي كانوا كيشوفوا فينا، ولكن هادشي راه داخل في الخياطه. كتعبري ليها بحال هكذا، داكشي اللي عندها كتقسميه على زوج باش التقطيعه تدوز ليها فوق من الراس ديال صدرها، مفهوم؟ حيدو هاد العجب هذا. المهم انا ما عبرتش ليها، دخلت ليها ب 11. انا اش كندير؟ كلي انا ضعيفه كندير ليها 9 عود، كلي انا متوسطه كندير لها 10، كلي انا غليظه كندير ما بين 11 و 12. مزيان. دابا شنو غندير؟ غادي نصير النقط مع بعضياتهم. النص ديال الكتاف، النص ديال الكتاف غنديه لعند هادي ضروري، البنات هنا المسطره من هذا المنبر تحيه 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 كبيره للناس ديال الباديه، ياك تحيه بز كبيره للناس ديال الباديه اللي كيتبعوني. تبارك الله ما شاء الله، راه كاينين البنات، البنات في البوادي مساكن، ويعني ما عندهمش الادوات، ما عندهم حتى حاجه. داكشي علاش انا كنقول لكم حاولوا المسطره، ما تعلموش تعولوا على المسطرات بزاف والبيروكي والبيستولي وكذا وكذا، يكون عندك مترو، يكون عندك الطباشير، يكون عندك، يكون عندك المقص، يكون مزيان. ومره مره هبطي للمدينه، حاولي حاولي خدي بعدا، هذه ضروريه تكون عندك، مره مره خدي حاجه صافي. يلا من هنا مشيت لهاد النقطه، من هاد النقطه مشيت لهاد النقطه. شوف البنات غندير لها واحد البانسا هير صغيره باش نجمع ليها هير هير الاسم. غندير هنا النص وغندير هنا النص، ياك نص سنتيم نص سنتيم، وغنطلع ليها بواحد 10 بحال هكداك ولا 11، غندير غير 10، ندير لها هير بانسا صغيره وصافي. غنطلع ب 10 وغنزل ب 10. البنات ما تاكلوش في هاد البانسا، هادي راه كدير المسيل في راسكم، راه كتزير البياس. علاش انا زدت هنا؟ ها علاش زدت؟ صافي كندي هاد النقطه عند هادي، وهادي عند هادي، وهادي عند هادي. هاد البانسا كتجي مع الكليانات اللي مسانترين، ماشي اللي كامله كروش وكامله جلود وكامله لحمه غدير البانسا، لا غير انا كنديرها للكليانه واخا غليظه، كنديرها لها صراحه غير تعرفي كيفاش تخدمي وصافي. يلا ها البنات غادي نجي من هاد النقطه هادي، من هاد النقطه هادي، وغنمشي مباشره لعند ديك النص، راه هي تما هكداك. نجي هنايا نقدر ندخل ب 11 حتى هنايا، نقدر ندير هاد الطريقه هادي حتى هكا كتجي مزيانه، حتى هكا المنتصف كيجي زوين صافي. البنات هذا هو الظهر، جا على هاد الشكل هذا، شفتوا البنات تراساج خفيف زوين، ما عندك مناش تخافي، جاك شويه ديال العرض نقصيه من منين تخيطي نقصيه صافي. بالنسبه لهادو الاضافات اللي زايدين، طلعت ب 10 نزلت ب 10، دخلت بنص سنتيم خرجت بنص سنتيم، ملي غنقطع راه ما نقطعش، غنقطع لداخل. المهم انت غتشوفي معايا ما نقطعش دابا، حتى ان شاء الله يعني تنفصل الامام وغنقطع. يلا ها الفتيات الجميلات، سمحوا لي الشعيبيات كنحرك الكاميرا بزاف، ولكن راني ما عمرني قريت التصوير. نقولوا الخياطه قريناها، قرينا شي بركه، ولكن التصوير احنا كنتعلمو. يلا بسم الله على بركة الله، دائما دائما بسم الله فمك، ما شاء الله ملي كتذكري الله سبحانه وتعالى كيمشي داك ديك الخلعة، كيمشي داكشي كامل. يلا غنقطع، واخا غنجي قدام الكاميرا، اعتذر اعتذر، دابا هذا الناس الظهر ياك. شوفوا البنات الله يعطيكم الرضا، هاد البلاصه هادي ما تقطعوش فيها بزاف، تقطعوا فيها بزاف غتندموا غتندموا. كنقطع واحد شويه صافي وكنبقى كنضرب صافي، غنقطع الظهر ديالي عادي. البنات حاجه وحده نقدر ننصحكم بها، هو شدي العبار مزيان وخدمي بعينيك مسدودين، ما عندكش مناش تخافي. البنات اللي معايا في الجروب ديال الواتساب، البنات اللي معايا في الجروب ديال الواتساب راه يعني كيجربوا بزاف ديال الكسيوات، بزاف ديال الدروس في السلطون، تبارك الله ما شاء الله كيجيو زوينين، ما عندكش مناش تخافي نهائيا، غير خدمي حاجه وحده ضبطي عباراتك. دابا البنات خدمنا الظهر، انا ما غنقطعش هنا، ما غنقطعوش طنط راسي عليه الامام، عندي مونطو كروازي، عندي مونطو كروازي. نبدل لكم الوضعيه ديال الكاميرا. يلا البنات كما قلت لكم عندي مونطو كروازي. شوفوا البنات علاش انا هنا كنشدو بالفنايت، حيت هنا راه الامام اول حاجه الحاشيه ما غنحسبهاش، ما كتحسبش الحاشيه، غادي ندخل يا اما ب 10 ولا 8، انا غندير ليها 8. علاش؟ اصلا السيده عامره وباش ياخذني الثوب
كنعبر 8 8 8 8 من فوق حتى لتحت. زيرت هنا كندير 8 من الفوق حتى لتحت، ماشي حتى لتحت حتى لتحت، وانما حتى للحد اللي غنعرف راسي بانه راه يعني راه يوصل لي الثوب. بالنسبه لهاد 8 هادي ديال الكروازي، ماشي ديما كتكون 8، كتكون ما بين 10 12 8، قل من 8 لا، من 8 للفوق نقدر ندير 6، ولكن 6 كندير انا في الكوينجات. نفس الطريقه باش كتفصلي هذا كتفصلي القميجه بحال بحال. شنو نقول لكم، نقدر ندير 10 نقدر ندير 12 على حسب شحال انت بغيتي ديال الثوب يتحط على خوه. انا هنا غندير 8 كافيين على الثوب ديالي، وغادي نقلبو وغنحطو هكذا. شوفوا البنات ملي كتكون الكليانه غليظه شنو كيوقع، شوف اش كيبان لكم ولا لا؟ كيبان ملي كتكون الكليانه غليظه، ملي كنحط هذا كيتحط ليا فوق من الطبله شي شحال كيضيع ديال الثوب، يعني كنضطر انني غنبقى نهبط نهبط فيه حتى يجيني. ولكن هذا راه غنستغلو يعني، راه ماشي ماشي خسار ولا لا، الله ما يدار فيه، يدار فيه القاب ودا فيه شحال حاجه. غادي نبقى نهبط في الثوب ديالي حتى يجيني كملو فوق من الثوب واحد. والغلط الاخر اللي درت عرفتي شنو هو البنات، ما شديتش بالفنايت. شوفوا دابا دابا راه غيعذبني، غتقولوا لي راه الثوب ديال الفودان كيتفصل كيتفصل بهذه الطريقه، ها ما كيتفصلش بالداخل في الخارج، ما عندي ما ندير ليها. الثوب قليل بالنسبه للثوب ديال الفودان، عندك الفودان عندك المبرا عندك المنيفة، كلهم فيهم هذا المشكل ديال الحمد لله رب العالمين يغفر لي ولكم الله. قلت لكم غتقولوا لي بانه راه الثوب كيضرب باللون، يعني كيكون الى جيتي هكا كيضرب بلون ولا جيتي هكا كيضرب بلون، هذاك الشيء كيعرضوا ليه بلا خياط، يعني هذه كيعرفوا زعما اللي كيفهموا في هذا الشيء هما اللي كيردوا ليه البال. انا راه حاولت انني الظهر فصلتو ليها بالعكس، والامام فصلتو ليها بالطريقه باش خصو يتفصل حيت الامام اللي باين. صافي المهم غنحاول انني نشد بالفنيت باش نهزو كيف ما بغيت، ما يعجبني ما حتى حاجه. ها خويا كيوا دابا هاجو معايا، غادي نبقى نحط في هذا حتى نقادو، غنحطو على ديك 8 ماشي على الحاشيه البنات، على 8 صافي، حيت هنا كلشي غيتحيد باش مما الكليانه كانت غليظه عندها دوره الصدر بزاف ودوره الحوض راه كتاكل ليا الثوب بزاف، وكانت دابا كليانه رقيقه راه غيتحط ليا الثوب هنايا. ولكن للاسف 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 من هاد المنبر تحية للدبدوبات منهم أنا. صافي هاكداك ها هو الشعيبية اسمو ديال الميكا، شتوه هذا ديال ربما 240 240، هذا ديال البلاستيك هو باش كنخيطو الجلد، شتو كي تيكون كيكون ملاس زوين. وهذا ديال السنسله ضروري يا البنات مره مره شرو بحال هذا الشيء، هذا السنسله كيخيط السنسله مفينيه كتكون عنده رجيله وحده، هذا ما يمكنش نخيط به العادي، يعني كنخيط به السنسله وكنحيدو كيبان لكم ياك كيبان، هذا كنخيطي به السنسله وكتحيديه، هذا عنده رجيله وحده عرج، هذا عنده جوج رجيلات، هذا ممكن انك تخليه في الماكينه تخدمي به ديما. كاين هذا وكاين ديال الحديد، داك الحديد عادي هذاك راه هو معروف صافي. وكاين الاخر كتكون عنده هاد الفرقه كبيره ديال الطرسان، كتكون عنده هاد الفتحه كتكون كبيره يعني كتدخلي فيه الطرسان ديال الطرسان، هادو بجوجهم 480 بجوجهم 480. المهم انا هادشي دغيا كيتجلى ليا بعما كنخدم فيه بزاف، ولكن دابا غنتهلا فيهم داكشي علاش الصباح انا كنقلب كنحط الحاجه كنحط الحاجه وكننسى صافي نحطيتها، هذا هو المشكل ديالي. يلا هالبنات ندوزو دابا القطع ديال التقطيع، بالنسبه للتقطيعة غنقطع من هنا عادي بسم الله، كنقطع جوج فتره اخرى تبعوا معايا ان شاء الله، نشري شي مونطور صغير ديال الثوب ان شاء الله ان شاء الله، حيت في البرد واخا عند
عندي مقص واعر، راه مقص الثمن ديالو بثمن الموطور شاريه باقي لها شي 9000 ريال ولا ما عرفت، باقي لها شي 9000 ولا ما عرفت 7000، ما بقيتش عارفه بالضبط. فيه السيليكون واعر واعر زوين، راه شوفوا دابا شحال من عام وانا كنقطع به، راه ما عنديش في يدي نهائيا دوك ديال المقاس، ما عنديش كاع في يدي نهائيا، تحليل بالشمس هي، ولكن المهم لاطراس ديال المقص ما عنديش، ولكن كيعييني صراحه، كنعيا كيعييني في يديا. شوفوا البنات دابا وصلنا للبانسا، البانسا شو كي غنقطعها، غادي نخويها، غنحاول اني ما نخويش فيها بزاف، صافي غنطلع حتى نمشي للجهه الاخرى. شوفوا البنات هنا ما غنقطعوش كامل، ما غنقطعش كامل، ردوا البال، الا قطعتي كامل راه كلشي غيتخربق ليك، ما تقطعيش كامل، غادي نفرق وغادي نجي للبانسا غنخويها. تخبيش فيها بزاف اختي، ها ايميك ايميك هاد ايميك ايميك كيدير المصايب، صافي هادي هي كنخوي البانسا. دابا غنرد لبلاصتها وشوفوها في الخياطه، راه عادي كتخيطي، عادي كتلصقي وكتخيطي، انت كتبان كتبان ملي كتجمع كتجي هنا بحال مجموع هاد الحزام هذا، باش ما يجيكش من فوق المونطو كيجي زبون مجموع. هاد الطريقه نقدر نديرها لاي حاجه، غير هو ضروري يكون تقاطع. كاينه البانسا كديريها بلا يعني بلا تقطع، كتراسيها بحال هكا كتجي ارتفاع الامام وكتراسيها وكتخيطيها بالثوب ما مقطعش، هذه لا هذه يعني الثوب مقطع، خويناها بالمقص. صافي صافي هادشي اللي كاين، شوفوا هاد الخير واش كيبان مزيان، صافي التصوير راه تبارك الله واضح. غادي نهز الظهر بس زوين، اشنو هو الدور ديال هذا البنات، اشنو هو الدور ديالو، شوفوا ها ملي غنهز الثوب ديالي هاد الظهر، منين كتقطعي كلشي الطروفه كيتخلطوا لك، ممكن انه ديري هذا دي تلصقيه مع القدام ولا صافي. ها غادي نهز الطرف ديال الظهر، ها هو ملصق ليا، ها شتي صافي. دابا هذا كيف غندير ليه، راه غيتخيط كل طرف غنردو لبلاصتو، قول لي ملي بتخيطي علاش قطعاه. ايوا غنجول هذا هاكاك، هذا البنات غنجي لهاد التركيز ديال الامام هو الاول، غادي نقسمو على زوج وغندخل بواحد سنتيم ولا واحد ونص وغنقطعها، غادي نجي لهنايا وغنهبط بثمانية سنتيم. صافي البنات عندي القب ثمانية سنتيم، ثمانية ولا سبعة ولا اللي يعجبكم، ثمانية مزيانة، ثمانية سنتيم، وغادي نقورها على هذا الشكل وغادي نقطعها مزيان. يلا غنحفر هاد البليصه هادي. بالنسبه لهنا ديما كنهضر عليه، ما تنسوش هنا ما تنسيش هنا، هادشي اللي كنقول ديما. كيجوني اسئله كتقول لي علاش ما كنلبسيش من الكتاف ديال القدام، انا ما كنقصش منهم، ما عمرني نقص في الكتاف القدام، صافي باش نتفاهم. غادي نجي لهاد البليصه هادي وغادي نقطع، غنقطعو كامل، مولفه كنخلي ديك اللعيبه لا، انا غنقطعو كامل هاكاك. علاش غنوريكم علاش هاد المونطو راه كروازي، المهم شي حاجه مختلفه شويه، ديجا حطها في القناه وانما دابا عاوتاني كاينين بنات جداد. اول حاجه غنديرها غنجي لهنا وغنعبرو هاك، عطاني 31 غنخدم ب 30 ولا 29، عقلوا عليها البنات 30 ولا 29. ثاني حاجه غنديرها غنجي غادي نفصل الكارنيتور، قبل ما نفصل الكارنيتور، الكارنيتور هو التبطين ديال الامام ديال هنا، ضروري خصو يتفينا قبل ما نفصلو، غنمشي نحيد الكمامة، الكمامة البنات اللي مهمين بزاف غنحيدهم. أما لاكارنيتور راه ممكن أنه ديريها من يعني ديريها من اللصقة حيت كتكون هي في الداخل. غادي نمشي لهذا، نمشي للطبطين ديال نديرو بعدا التليفون يتشارجا، نمشي للكمامة، الكمامة البنات اللي مهمين. هاد التوب اللي بقالي، صافي هادشي اللي بقالي في التوب، شتو خلي هذا صافي. هنا فاش غندير لا كارنيتو ها هي بلاصتها شتوها، و نحيد الشعيبيه الامام، لا نمشي نفصل الظهر، لا نمشي نفصل فيه شي حاجه للاسف للاسف. المهم غنشوف القب غتنبطن الى قدني طبطين، نبطنو بهاد الثوب راه مزيان، ما قدنيش راه غادي ندير لها شي ثوب ديغرادي ديالو. المهم دابا اللي مهم عندي هو الكمام، الكمامة 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 الكمامة. المهم شوف هنا هاد الطول، هذا عندي لا هاد الطول، شتو البنات راه كنفصل قدامكم كنوريكم، يعني ماشي كنوقف الفيديو
كنوريك الثوب كيفاش كتحكمي فيه. راه هذا الشيء اللي مهم اللي ضروري هو كيفاش كدوري الثوب في يديك. عندي هنايا هكذاك هذا غندير فيه الكمال، هو راه غير يجيني ناقص غندير فيه الفانطا مزيان. يلا بسم الله على بركه الله. هنا غنفصل الكمام ديالي عاديين، غنزل ب 15 هي لا 15. هاد 15 ماشي فيكس. سولاتني داك النهار واحد السيده قالت لي كتقرا عندي، قالت لي واش 15 عندها علاقه بالحوض؟ لا غير نفس العدد وصافي. شحال غنديروا هنا؟ شحال قلنا 29 ياك 29 زينا كنشرفوا البنات 29. ها هي هاد 29 غنقسمها على زوج. شوف كي كندي لها بحال هكا عطيتيني 14 شونس. هي ما تكونيش واثقه في راسك بزاف تقولي قاريه ما الخيانه ديال راسك ما قارياش. عبري ليا بالمترو وقسمي بالمترو. عطاتني هنا قسمت على زوج، هاد البلاصه غنقسمها على زوج، هنا غنقسمو على زوج، هنا غنطلع بواحد، هنا غنهبط بواحد. المهم الكمام العاديين اللي عندها مشكل في الكمام تمشي دير الكمام وغيخرجوا ليها بوحدهم الكمام والقب. ردوا البال البنات من هنا اللي يكون الثوب هربان. غادي نجي لهنا غنهبط ب 30 اللي هي الطول ديال الكود، غنسطرها هاد البلاصه فاش كيلقاو العيالات المشكل. هادي 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 السيده عندها هنا 45، 45 غنقسمها على زوج. دائما هاد السيده قالت لي كنلقى مشكل عندها 23، غنخدم ليها ب 24 مزيان. الدرع ديالها قسمتو على جوج زدت ليه واحد. هاد السيده هادي بالاخص قالت لي ديما كنلقى مشكل عند الخياط في الدرع، اغلبيه الخياطه ما كيعبروش الدرع. غادي ندير الطول اللي عندي هنا عطاني 56 وغندير ليها باندا. صافا البنات 56 غندير ليها هنايا ندير ليها 19 اللي درت، وغندي هاد النقطه لعند هادي وغادي نقطع. واضح؟ المهم واخا بعيد ولكن راه كتسمعوا. الكم البنات الكم عادي هي هذا قصير شويه نكمل ليها بالبنطه. اضطريت انني ندير ليها البنطه باش يشد ليا الثوب في الجهه الاخرى. كما قلت لكم الكم راه عندي في القناه والكم راه كنفصلو ديما وكنشرحو ديما وراكم ما تكونوا اغلبيه يكون حافظو. انا زال الكمين ديالي وغنحطو هذا دابا ما بقاش فيه مشكل، واخا غيخصني ولكن ما عنديش فيه مشكل. ها الشعيبياتي ودابا حلوا معايا عقل عقلكم ياك ساهل ساهل ما نخلعكمش ياك ركزي معايا وصافي. اشنا هو هذا؟ هذا هو اللي شاط ليا في الجنب ياك. كون قطعناه قبيله غادي يخصنا، هذا شاط ليا في الجنب. اشنو غندير ليه؟ خليه ليا هكا متني بحال هكا خليه متني ياك. خصني نشوف التصوير باين انا فراسكم البنات، راه ما بغيتش نقربوا عنده عرفتي علاش؟ دايره التليفون في الشارج. المهم ما عطاش بغيت ندير كاع، باغا نشارجو وباغا نصور وباغا ندير كلشي. غنجي للامام ها الامام، غادي نجي لديك التقويره ديال القدام شنو هي؟ ها هي شفتوها راه لاصقه في كل طرف لاصق في طرفو. غنجي للتقويره شنو هو ياكم هذا؟ وهي ناري التركيز هذا. شوف شوف بغيت ندير، بغيت ندير التركيز عندكم البنات. ردوا البال ردوا البال ردوا البال. غنجي للتقويره ديال الامام ها هي شفتوها؟ طن طن طن. غادي نشوف البلاصه الكبيره هنا الصغير ربما غادي نقلب. شوف واش قد قد غادي ندير هاد البلاصه حيت خصها تجيني تجيني عند الكتف، خصها تجي عند الكتف صافي باش منين تفينا تفينا مع الكتف. هادشي البنات راه تعلمناه تعلمناه مع التجربه اليوم غدا اليوم غدا كتبدي نحيد واحد نخليها لواحد صافي. انا دابا راه عندي مناش نخاف علاش؟ رابطه ها هو شتي معاك داه مع خوه ما واخا نجرو فيه حتى الصباح ما عندي مناش نخاف. شوف هاد البنات غنخرج هاد واحد سنتيم ها دابا مزيان نخرج هاد واحد سنتيم حيت غنقطعها اصلا غنقطعها غنقطعها. المهم غنطرسي هاد شوف غنطرسي خوه بحالو ولد اماه ويباه بحال هكدا. ممكن انني ندير ولكن لا 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 ندير القب هنايا لا ما عندي ما ندير ليه. المهم غنطرسيه شتو غنطرسيه حتى عند الكتف وغنحبس عند الكتف البنات وحبسي شتي عند الكتف وحبسي وغادي نهز
اللي غندير فيه غندير الطول كامل، غندير الطول كامل. كنتمنى انه يكون التصوير واضح. اجي نتوما هنا غادي نعاود نشرح، نعاود اختي نشرح لك، نعاود نشرح لك. عرفتك واش ما فاهمش؟ عرفتك واش ما فهمتيش؟ نعاود نشرح لك. شوف اختي كديري الوجه، الوجه هكا صافي، وغتحطي هذا بحال هكذا. شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا التركيز. ردوا البال البنات، ردوا البال البنات. حطيه هكا ولا حطي الوجه مع الوجه، كبري راسك. اصلا راه غادي يتقلب صافي. خرجي لي هاد واحد سنتيم الحاشيه، ما تحسبيهاش، ها هي خرجتها. وغادي نطراسي بحال وخوه تقوير. علاش كنهضر؟ هاد التقويره وغندير حتى النص ديال التقطيعه، حيت هادي راه غتجيني. زيدي كملي، المهم كملي ليا حيت هالكشف ها هو. كملي حتى داكشي اللي عندك في الثوب وهزيه، هزي هذا صافي. ايوا وهودي هكذا، هودي عادي، هودي عادي. وهذا وكتنقصي، هذا وكتنقصي صافي. خلو ليا هذا كامل. وغندير الطول ديال المونطو ناقص شي بركه صافي. المهم طال الخياطه وغنوريكم. انا خليه ليا طويل هكذا وغادي نقطع. شحال درت في العرض ديالو؟ المهم كتمشي غدا وكتنقصي. شحال كليت فيه في العرض؟ 11 سنتيم. شتوا البنات؟ شوف شوف شوف، شتي شتي شتي، اح مزيان. يلا وغادي نقطعو، نقطعوها كمسدود. شتي هنا سير شي مشكل، غادي نقطع عادي حتى دابا كنقصي. هادشي راه غتعلميه مع الخدمة. انا في الاول كانت كتجيني هاد الدوره صعيبه نخدمها، كنخيبها وكنقصي فيه. دابا غدا كنكبر ملي كتهودي من الفوق، كتخيبها وكتنقصي. اي فوالا، ايوا اجي نوريك حاجه اخرى. غادي تجي لهنا وغتحلي على جوج، حليه مقاد، يكون مقاد مقاد. ندوز فيكم انا نقطعهم. داك النهار البنات كنصور فواحد الفيديو، راه ما حكيتوش ليكم، حيت اصلا لقيت التليفون كاع ما كيصور، ولكن مزيان نيت. كنتو غتضحكوا عليا، كنصور في الكور، واحد الكور. منين جيت انا كنتفكر كنضحك، منين جيت حليت وكنلقى بانني خيطت سنتيم مع الكور. دابا السنتيم ما شفتوش وخيطته مع الكور. هي ديالي انا دابا صافي. هما عطاوني زوج، عطاني زوج. اشنو غندير باش ما يتخالطش ليا؟ غنوريك كيفاش اصلا كيتخدم هذا. هاهو واحد اصلا، هذا راه غيتقطع. غادي نجيب هذا، شتي خاص يتحط الوجه مع الوجه بحال هكذا. فين هو هذا؟ لا صبروا البنات. يلا اختي شوف، ها كنحط الوجه على الوجه بحال هكذا وغيتخيط. كتحطيه مقاد وكيتخيط صافي، كيتخيط من الفوق حتى لتحت، كيتخيط عادي من الفوق حتى لتحت. ان شاء الله هادشي كامل غنوري لكم ان شاء الله في المونتاج. واحد كنلصقو مع هنايا، غنجمعو بالفنيته، والاخر فين هو الاخر؟ الاخر غنلصقو مع هاد الجهه الاخرى، ولكن كيكون الوجه مع الوجه، كيكون زعما واحد مع واحد بحال هكذا. لينا فريد مثلا بقلبتي الثوب، تقلب ليك الثوب ولا شي حاجه باش منين يدور يدور هكذا. لينا فريد قلبتي الثوب راه ما يعني ما يجيكش مقاد. المهم دابا نتوما شوفوا الفيديو اليوم ديال الفصاله مزيان، والبنات اللي كيتابعوني زعما اللي معايا في الواتساب حاولوا انكم تطبقوه، يعني هكا تبقى الاصل. صافي، والخياطه ان شاء الله غنشاركها معكم عن قريب. نهز المونطو ديالي هالامام هالامام. دابا انا راه كنخدم عادي مرتاحه. علاش؟ حيت كما قلت لكم خدمت بديك الطريقه ديال كنخلي ديك الطريفه، ما عنديش منش نخاف. في الاول في الاول والله البنات الا كنت عاتي صوري ساعه وانا كنقلب على كل طرف مع خوه. ما كنتش عارفه طبيعه الحال، ما كنتش عارفه، ما كنتش كان ما عنديش درايه يعني عارفي على قدي. صافي دابا لا، دابا الحمد لله ما حدك كتخدمي، ما حدك انت
انتي كتسمو انتي كطوري راسك. هاد الكميه الكميه من البنات خاصني لي واحد الباندا، خاصني لي واحد الباندا ضروري هي الاولى غنفصلها عليا غنمشي للقب. ضروري الباندا القب ماشي مشكل، القب غادي نقدر يعني نبطنو بشي حاجه، نبطنو بشي توب بحالو ولا الباندا لا، الباندا ضروري خاصها تكون يعني تكون نفس التوب. عندكم عندك القب وعندك 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 الجيال. الباندا غنشوف شحال خاصني في التوب. شوف بعدا التصوير انا مدازه مع الميترو دابا راه 3 متر وشوف وشوف شحال شحال شاطفي. عندي في الكم في هذا عندي 55، قولي 55 انا غنديرها 53 صافي. هادي غنخليها للخياطه. السيده كتلبس 57 57 المهم نشوف شوف البلاصه اللي غادي يشيط ليا فيها توب. غنحط بحال هكذا وغادي نعبر العبار ديالي. هادي راه حاشيه غنقطعها داكشي علاش حطيت فوق منها. اللهم يجي لكم كيما عاوتاني بحال ديما نعاود نقولها، اللهم يجي طويل ولا يجي قصير. واحد الغلط كنت باغي ندير واش عيبيات هو انه الباندا كتخدم مضوبله، الباندا كتخدم مضوبله 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 يعني خصني نخدم هكذا، خاص يكون مسدود الباندا خاصها تكون مسدوده من هنا بحال هكذا مثلا، مسدوده خاصها تكون مسدوده من هنايا وخاصها تكون مسدوده من التحت. هذا البنات هذا هو اللي شاط ليا الفوق، ها هو الطرف الاول ها الطرف الثاني. الطرف الاول غادي نحاول نشوف ها كندير دراسه نشوف واش غيعطيني القب ولا لا. ها هو هذا عطيني القب ياك ياك، هذا عطيني القب مزيان. دابا واحد القب ضمنتو ايوا نشوف. صراحه وحلت في الباندا، الباندا فاش وحلت صافي، الباندا فاش وحلت. اما راه يجيني القب مبطل ولكن غيخصوني حتى هذا الجيب، السيده كتبغي الجيب ضروري. المهم عندي ما ندير صافي، عندي ما ندير. غادي نفصل هنايا جوج، غنفصل هنايا جوج تكميله ديالكم، وداكشي اللي بقى ليا هنا غنديرو باندا صافي. داكشي اللي بقى ليا تما غنديرو طبطين ديال القب ديال الجيب ديال الجيب. غادي نعاود نحسب درت 64 المهم انا ضربة حسابي الطول ديالي وكلشي. غادي نحاول نقص شويه منو، ما عنديش لهاد العرض كامل لا يكون العكس هكا. شتي شنو غندير، خليت نفس العرض ماشي مشكل حتى الخياطه غنقص مزيان. شوف دابا هادي راه باندا وحده، هادي راه باندا وحده البنات. نعاود نزيد باندا اخرى شتي ملي كيكون الثوب البنات ناقص راه كيمرضك وكيعرقك كيعذبك كاع مواصفات الخيبه وكاع الامراض كيدورو فيك. كيقول لك لا ما تعصبيش لا الخياطه، داكشي علاش ديما بدايه بالمهم باش ملي تقول لك الكليانه علاش ما درتيش ليا علاش ما درتيش ليا تقول لها شوفه فلانه انا راه بزز اصلا باش خرج لك باش خرج لك الموديل. نحاول نقطع هذا بحال هذا الباندا على الحد اللي عندي ما عنديش مشكل. دابا غنجي لهنا وغنقادها غنقاد الفوق مع هذا مزيان صافي. داكشي اللي شاط ليا راه غنحيدو في الخياطه، شاط واحد سنتيم هنا غنحيدو في الخياطه. المهم نشوف الباندا واش قداني في الطيه في العرض. انا اللهم الباندا تجيني طويله ياك يعني تجي طويله ولا يجيني قصير، ولا يجي لكم قصير. الا جا لكم قصير قلت لي انا ما عندكش الثوب اش غديري مزيان
صافي دابا حيدنا الكمام. استغفر الله العظيم الكريم. بقى ليا هذا، بقى ليا هذا، هذا ما يدير ليا والو. هذا يلاه داير ليا واحد، داير ليا الجيب، واحد الطبطين ديال الجيب. بالنسبه للجيبه البنات، بالنسبه للجيب، بالنسبه للجيب ضروري خص يجيني بعدا غير واحد، واحد اللي يكون باين. خرجوا القب، خرجوا القب ومدبروها حكيم. قلت لك نورمالمون كتجيب اكثر من ثلاثه، ولكن ما عندنا ما نديرو. يلا البنات غندير ليها القبيب، يكون شويه كبيبر. عطاني هنا 30، اصلا 30 اللي كتكون فيه. هنا غندير ليها 31، 31 زائد 10 سنتيم، ها هي يعني غيعطيني 41. صافي 41، جيني هنا نعاود نعبر 31، غنعاود نعبر 31 هنايا وغادي نطلعها ياك، وغنجي لهنا وغادي نطراسي هاد 10 هادي وغادي نطلعها مزيان. غادي نجي لهنايا وغادي نعبر 26 المهم نديرو 27. صافي 27 هادي غنطراسيها بحال هكدا. نورمالمون هذا راه قب عادي، ولكن القب ديال المونطور راه كيبي شويه ديال اسمو. غادي نجي لهنايا وغندير النص وغندير ليه بحال هكا، بحال قلتي كنقور، وغنجي عاود لهنا. هنا كنخرج بواحد بحال الدوره ديال التركيز، كندير النص ديال القب وكندير النص في النص، الفوق كنخرج بواحد ولتحت كنهبط بواحد وكنقورها. صافي هنا راه مقور، راه مقاد بلا ما نقورو انايا. وغادي نقطع بسم الله، هاد النقطه راه كتمشي عند هاد النقطه هادي. يا ريت تكون ولد ليا هاد، كولد ليا هذا القبه البنات. راه مسدود مزيان يكون مسدود. واحد الحاجه غنزيدها لكم، غنجي وغندير واحد التقويره هنايا، صيوره بحال هكا ها يتفركس شويه القب، يبان يبان زعما زعما راه قب ديال 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 اسمو مزيان. بالنسبه للطبطين البنات، كون كان عندي ياك الطبطين غادي نبط، غادي نديرو وغادي يكون كبر من هذا بواحد سنتيم، كبر منه يعني هذا يكون كبر منه بواحد سنتيم، ولكن للاسف ما عنديش. ولكن غنشوف، غنشوف ضروري غندير ليها شي لعيبه، ضروري نلقى ليها شي حل، ما يمكنش. غندير ليها الكحل، ندير ليها الكحل لداخل، ما عنديش مشكل، غندير ليها الكحل لداخل. والتجيب حتى هو ضروري خصني نفصلو ليها في الكحل. صافي البنات، البنات واقيلا فورجات، واقيلا واقيلا فورجات. مشيت كنقلب دابا لقيت هاد الثوب ياك، هاد الثوب هذا جاني قريب لهذا بزاف، يعني خوه غيجي زويون للطبطين مزيان. ولكن شوفوا وجهو كيدير، شتو وجهو؟ هذا راه الثوب ديال القفطان. عندي ما ندير ليها، عندي ليها بيض الطبطين، عندها الزهر لي الكاتو، عندها الزهر لي الكاتو هكا بالزوين الطريفه تبقاو عندكم البنات. عطيها الثوب هادي، الا قلت لكم شحال من عام هو عندي، شوفوا سبحان الله العظيم نهار بيكتب اشنو بيدار به. كل مره كنقول غنديرو قفطان لبنتي، غندير هذا غندير هذا. المهم ماشي خساره فيها هاد السيده الله يعمرها دار، استاذه صاحبتي الله يعمرها دار مسكينه. ما كاين لاش نوقف ليها الموديل على قبل، يعني على قبل خوب ولا. يلا البنات شوف، غادي نحط بحال وخوه بحال. صافي كيبان لكم، كيبان مع دايره التليفون في الشارجر، نحيد هذا غنحط ليها بحالو، وغادي نجي لهنا وغادي نهبط بواحد سنتيم. غتعرفو هاد واحد سنتيم ديالاش، نقدر نديرها نقدر ما نديرهاش. صافي نقدر نديرها نقدر ما نديرهاش، ولا من الاحسن ما نديرهاش. صافي من الاحسن ما نديرهاش، حيت ماشي شي حاجه واخا هكاك، ماشي شي توب زعما زوين، تبا غن نبينو على برا، ولكن ماشي مشكل. صافي غنفصل بحالو خوه، وغادي نقطع. ضيعت التوب بزاف ياك، نخليها ما تعرف تكون شي ضحيه اخرى مسكينه. انا راهي الضحيه دابا انا. بحال هادشي البنات راه كتقولي للكليانه، راه ماشي كت تقولي للكليانه راه مشيت شريت التوب وراه كذا، راه عندك نص متر وشحال نص متر 300. المهم الا لبستي هذيك 300 راه مزيان. هاد الثوب هذا راه شريناه حتى حنا بالفلوس،
فهمتي؟ ماشي الثوم مثلا كان عندك في المحل وتقولي ديري ليها وتقول لها لا الله يعاون الله يعاون الله يرحم الوالدين، لا كان عندك شريتيه انا هذا راه واقيلا عقلت عليه شريه 20 درهم المترو، غتقول لها شريته ب 15 درهم سمعتوني 15 درهم باش شريتيه ايوا تعويض انا اصلا هادي راه خصها تزيدني ماشي 15 درهم عطي عصرني انا هاد الثوب هذا صافي شتو كي جا ندير لها هذا ما عمرها باقي غادي تجي للمحاليت ما عمرها باقي تجي للمحالي شتو البنات بصراحة يعطيها ديكور زوين من هاد البياسة ديالها المهم المونتاج ديال القبيب ان شاء الله راه غنديرو لكم صافي جا شتي كي جا زوين جا زوين ندورو لكم هكا باش تفهمو كيفاش غيجي المهم خلو داكشي خلو داكشي طال الخياطة هاد الطبطين مزيان نجيو للجياب جياب خص ضروري هاد الثوب هذا يبان شتو البريد اللي شاط المهم البنات غادي نحاول انني خصني ندير جيب ضروري خصني نصنع جيب خصني قال جيب واحد غنديرو من هذا واحد غنديرو من هاد الطبطين هذا صافي واحد غنديرو مقاد والاخر غادي نديرو غنقول لكم العبار ديال الجيب بلا ما تخلعو شتي دابا منين الثوب ما قادنيش هادشي فاش كاع سام دابزه معاه اخر راني فصلت بيا صافي المهم انا فصلتو غنقول لكم شحال درت ليه في العبارات ديالو درت ليه 19 في 27 اشنو غندير عندي واحد الحل واحد الحل اللي عندي هو انني غادي نقسم هذا على زوج بحال هكا ياك وغادي نخيطو نتخيلو بانه راه مخيط بحال هكذا وغنحط عليه ونفصل الجيب نقلبو هكذا عندكم البنات شوفوا ردوا البال تقلب ليكم هذا هو الحل ما عندي حتى حل اللي غندير ليش انا درت هاد الخدمه هادي درت هاد الخدمه ما كيجي زوين الجيب ما كيكونش اصلا باين ما كيكونش باين كيكونش لداخل دابا انا باغي نوريكم اما راه حتى نخيطو عليه نقطعو صافي تا نخيط على ما نقطع باغي نوريكم وصافي شتو ها جوج جياب غادي نلصقو قبل ما يتجلى ليا ها هو جيب ولا ماشي جيب جيب ولا ماشي جيب بالنسبه للجياب البنات باش ما يجيكمش مقلوبين خاص يكون الوجه مع الوجه بحال هكا عندك كتمشي تفصليه بحال هكا الا فصلتيه بحال هكا غيجيو كيما غيجيك واحد في اليمين في هذا اللون والاخر في هذا اللون ردي البال ردي البال راه انا شحال كثر وقعت ليا في الصاله ردي اي حاجه ماشي على ماشي على الجيب صافي مزيان ما عندي ما ندير غادي نجي وغادي نفصل الطبطين في هذا نفصل الطبطين في هذا هاد البلاصه اللي شاطت ليا غندير جوج جياب بحال هكذا الخو حنا مبارك اللي نبينا على قدينا بيه الغرض سبحان الله جا خوه يعني بنانو صافي البنات هاكاك هاهما هادو زوج واحد غادي نديرو لهاد الجهة واحد غنديرو لهاد الجهة غيتخدم على هاد الوجه بحال هكا هدا راه مغيبانش هدا مغيبانش هدا
ما غيبانش نهائيا. هذا هو اللي غندير في الداخل، ها اللي غيبان، هذا هو اللي غيبان للكليان، يعني هذا هو اللي غيبان. صافي هادشي اللي كاين البنات، الكول درنا كلشي، صافي درنا كلشي، ما بقى ليا والو. كنتمنى نكون توفقت، وراني ما يعني كلشي كنصورو قدامكم بلا ما نخبي والو، بلا ما بلا حتى حاجه. كنتمنى باش يكون كلشي اللي شاف هذا الفيديو يكون فهم كاع لي ديطاي، والحمد لله انه توب يعني اوني لون واحد، كلشي غيكون باين فيه. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اكبر عدد ديال الجروبات، و جيم وكومونتير زوين بحالكم. السلام عليكم، ان شاء الله ترقبوا الفيديو الجاي ديال الخياطه. يلا السلام عليكم البنات.